أنا اسمي فارس وعندي 10 سنين، وجيت هنا عشان المكان حلو وأتعلم. تعلمت الكونغ فو، والكونغ فو حلو عشان بنلعب مصارعة ونتضرب ونلعب ماتش. أنا اسمي أمل أخت فارس. أخويا بيحب يلعب كونغ فو، الكابتن بيجي يعلمه في الأوضة دي، ولما بياخد الكونغ فو ده وبيلعب مصارعة مع صحابي بيجي يحملنا أنا وأختي الصغيرة، بيجي يوريني الحاجات اللي هو لعبها وببسط منه. وبابا جابنا هنا علشان نتعلم الكونغ فو ونروح المدرسة ونتبسط في المكان ده.